أفادت مصادر إعلامية بأن مجلس الأمن قرر عقد اجتماعه الأول بشأن الصراع في تيغراي بشكل سري، وذلك بعد قرار بإلغاء اللقاء لانسحاب الدول الأفريقية منه. فما هي التفاصيل؟ القصة تبدأ من شن الجيش الأثيوبي مطلع هذا الشهر بأوامر من رئيس الوزراء أبي أحمد حملة عسكرية على أقليم تيغراي شمالي البلاد، والحملة بدأت على خلفية إجراء حكام أقليم تيغراي انتخابات محلية فيه تقلص صلاحيات الحكومة المركزية. إصرار قادة تيغراي على إجراء الانتخابات جاء بعد أن خسروا الحكم لصالح أبي أحمد بعد أن كانت جبهة تحرير تيغراي الحزب الحاكم كانت في البلاد لمدة 16 عاما. الخلافات بين أقليم تيغراي وأبي أحمد تكمن في اتهام الأقليم لأحمد بتحجيم دورهم في السلطة، وبسبب اتفاق سلام عقده رئيس الوزراء مع إريتريا التي يعتبرها أقليم تيغراي عدوا لدودا له. وفي المواقف الخارجية، أخذت واشنطن والدول الغربية عدة مواقف حادة ضد أبي أحمد. في المقابل وقفت إلى جانب أديس أبابا كل من روسيا والصين اللتين تجمعهما علاقات تجارية وسياسية كبيرة بأثيوبيا. مباشرة دعونا نذهب إلى الحوار ونسأل، هل ستنجح الضغوط الدولية في إيقاف القتال بإقليم تيغراي؟ وهل يمكن أن يتحول هذا الإقليم إلى منطقة صراع جديدة؟ أذهب إلى معي عبر سكايب من واشنطن الجنرال هاني نخلة، خبير أممي سابق في شؤون حل النزاعات وقف إطلاق النار. أهلا بك سيد هاني معنا إلى دائرة الشرق. ماذا تتوقع؟ تتوقع الحل أم تتوقع أزمة كبيرة تمتد إلى أبعد من تيغراي وربما أبعد من أثيوبيا؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني بداية كما ذكرتم في التقرير، يعني يجب النظر إلى طبيعة هذا الصراع من أجل توقع وإمكانية التدخل الدولي ومدى فعالية التدخل الدولي في وضع حد لهذا الصراع ومدى خطورته على الإقليم وعلى أثيوبيا بحد ذاتها. حتى الساعة الصراع لا زال يعتبر صراعا داخليا بين السلطة المركزية وبين الحكومة الفيدرالية أو أطراف الحكومة الفيدرالية، تمتعوا خلال العقدين الماضيين بنفوذ واسع في الحكومة الفيدرالية والسلطة المركزية. إذا الصراع هو أساسي بين الحكومة الفيدرالية وحكومة أو المسؤولين السياسيين في إقليم تيغراي على السلطة. إقليم تيغراي كما ذكرتم بادر إلى إجراء انتخابات محلية فاز فيها، وهو يطالب بالانفصال، وهي أحدى المخاطر التي تهدد إثيوبيا ومستقبل إثيوبيا ووحدة إثيوبيا، كون الدستور الإثيوبي ينص ويسمح للأقاليم التي تتمتع باستقلال ذاتي أن تحصل على استقلالها بناء طبعا على استفتاء شعبي. لا أعتقد، وإن شاء الله ما نوصل إلى هذا السيناريو، إنما على المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية في التدخل بهذا الصراع، خاصة وأن هناك دعوة من ثلاثة أعضاء بدول أفريقية من دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد من أجل. نعم، شكرا لك هاني نخلة، خبير أممي سابق في شؤون حل النزاعات ووقف إطلاق النار.